أصعب وقت عليا كان في 2011، والله يعني يعلم ما في نفسي في اللي أنا بقوله ده. أنا كنت ببكي على مصر يا ابني. 2011 كان إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية. إحنا اتكلفنا 80 مليار جنيه فقط بعد أحداث 25 يناير. أنت الاحتياطي بتاعك اللي كان موجود خلص في سنة ونص. لو ما كانتش 2011 كان هيبقى عندنا فرصة إن إحنا يتم التوافق على بناء السد. لو ما كانش 2011 كان هيبقى في اتفاق قوي وسهل من أجل إقامة هذا السد. أنا أتصور إن النضج ما كانش كفاية للتجربة ديت بالطريقة ديت، وبالتالي التغيير اللي أنتوا بتتكلموا عليه كربيع عربي، طالما بيحصل فراغ لا تتوقع إن الفراغ ده يعني يتم تعامل معاه وملئه بالشكل اللي يرضيك، والنتيجة قدام منكم. احذروا، الكلام اللي كان اتعمل من 7-8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر. اللي ما نجحش ساعتها هتنجحوه دلوقتي. لا 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 لا، انتوا باين عليكم ما تعرفونيش صحيح. عرفتوا ليه بلاكو كانت هتضيع في 2011؟ عرفتوا ليه بلاكو كانت هتتخرب وتضيع؟ انا لن انسى 2011، لن انساها، والمفروض يا مصريين ما تنسوهاش. انا دايما بسجل حاجه واحده، هو الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة تانية للخراب والدمار اللي كانت ممكن توصله في 2011. ان كان في اقدر اقول عقلية قاطرة لهذه الامم، ولكن حجم الفاصل ما بين العقلية القاطرة اللي هي بتنظر للدولة ولمستقبلها لا يتوافق مع واقع الدولة، وبالتالي اتحركت الشعوب وزوان ده بحسن نية او بسوء نية لتدمير بلادها، على امل ان التدمير سيؤدي الى بناء افضل. لكن مش ابدا بان انا اقول ايه طيب زي ما حصل كده في 2011 طب نعمل ثوره ويترتب عليها ان الدوله اللي هي بتقن اساسا تخسر 400 مليار دولار، وهي في احوج ما يكون لكل دولار فيها. اتعملت حاله، الحاله دي افرزت، الدوله فكت والاساس اللي كان موجود قبل كده ما بقاش موجود. وبعدين حصل ايه؟ عملنا انتخابات، البرلمان جاب اللي انتوا شفتوه، بعدين عملتوا انتخابات رئاسيه جابت اللي انتوا شفتوه، يعني خراب في خراب يعني. انتبه، لما استهدف المؤسسه دي انت شلت الراس اللي بتسيطر على مفاصل الدوله دي، ثم رحت مستهدف جناح من اجنحه الامن القومي المصري هي وزاره الداخليه. مش بس كده، ورحت داخل على عامل وقيعه للوقيعه بين الداخليه والجيش الحمد، وقالوا ان الجيش ساب الداخليه ورطها، يعني ساب يعني 10 سنين ده في القطاع ده. طب بقية القطاعات، الشركات اللي تعطلت، الاقتصاد اللي راح، الإرهاب اللي اتصدر لنا اللي لقى فرصة في الموضوع 2011 و2013، ولو حصل تاني حاجة تانية هيبقى برضو نفس الكلام. حد عايز يحكم بلد في 2011 يهدها عشان ياخدها في 2012؟ لأن حالة عدم الاستقرار اللي استمرت من 2011 لغاية 2013 جابت البلد على الأرض. أنا دايماً أقول 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ. الشباب اللي موجود هنا مهم قوي يعرف حال البلد، يعرف ان البلد دي كانت في 2011 على وشك الانهيار الكامل من 10 سنين.